وللمزيد حول بقاء القوات الأمريكية في العراق على خلفية الحوار الاستراتيجي الذي أجراه الكاظمي في واشنطن، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بك معنا دكتور حامد. أهلا وسهلا، أهلا أهلا بك دكتور حامد. زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائاني السرية إلى بغداد، في أي إطار يمكن وضعها، خاصة بعد تراجع بايدن عن تصريحاته السابقة بسحب قواته من العراق؟ مساء الخير عليكم جميعا، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة هذه الزيارة طالما هي أطلق عليها بسرية ثم أعلن عنها، فكيف تكون سرية وقد أعلن ويعني ثبت الموعد أيضا؟ يعني الموضوع الحقيقة أكثر من هذا لا يمكن أن يقال عنه إلا إذا أعلنت وأعلنت حيثياتها، لكن إذا تمت الزيارة فعلا، إذا كانت هناك زيارة لقاءان إلى بغداد، معناها هناك توجيهات وأوامر إلى زعماء الميليشيات الولائية، لأنه التقى فقط بهم. إذا حسب نسج القصة اللي جاءت بهذا الشكل، يعني لم يلتقي بشخصية سياسية عراقية، لا بالحكومة ولا برئاسة الجمهورية ولا بالبرلمان ولا أي شخصية رسمية، سوى اللقاء اللي ادعي أنه التقى بمجموعة من زعماء الميليشيات. برأيك ما طبيعة هذه الأوامر إذا ما فعلا أعطيت لقادة الميليشيات؟ شوف، الموضوع أكبر من كون أوامر وتنسيق. هناك اتفاق سيتم إبرامه في معاهدة جديدة في فيينا بين أمريكا ويعني 5+1، وبالتحديد أمريكا وإيران. هناك توزيع أدوار جديد. إيران اضطرت يعني بعد خنقها اقتصاديا وبالحصار وبالعزلة السياسية الدولية والدبلوماسية، سوف تضطر إلى توقيع اتفاقية جديدة أو سموا معاهدة جديدة للملف النووي والصواريخ البالستية وتحجيم دورها في المنطقة وخصوصا في العراق. لذلك أنا أعتقد اضطرار إيران يلزمها أن تتناغم مع توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة وإملاءاتها للحكومة العراقية أو الرئاسات الثلاث. هناك إملاءات، يعني حتى الزيارة لم تكن زيارة بمعنى الزيارة الرسمية. بايدن من جهته برر وجود القوات الأمريكية في العراق بالقول إنها موجودة في العراق لإيجاد توازن لنفوذ إيران المتنامي. ما الذي يقصده الرئيس الأمريكي بهذا القول، ولماذا فعليا لماذا تراجع عن تصريحاته السابقة بالانسحاب من العراق؟ أمريكا لم تأتي لسواد عيون العراقيين بعد إسقاط النظام السابق في 2003، وإنما جاءت لتنفيذ مخطط في المنطقة وفي العالم. لذلك حتى كانت هناك وعود انتخابية لبايدن في الانتخابات التي جاءت به للبيت الأبيض الأمريكي، لكن يعني التزامات الأجهزة البنتاغون والسي اي اي والخارجية وغيرها، وهناك مؤسسات في أمريكا لا يحكمها فقط بايدن، وإنما هناك توجيهات معينة يعني تسير على كل رؤساء الإدارات الأمريكية. هذه الخطط والسياسات الاستراتيجية الحقيقة تملي عليه أنه يحد من نفوذ إيران باعتبارها الدولة الجارة للعراق، ونفوذها تغلغل وتوسع والحقيقة شمل كل مرافق الحياة العراقية. يعني هناك احتلال إيراني وهناك احتلال أمريكي، وهذا لا يمكن أن يسير على قدم المساواة. يجب أن يكون في نظر الإيرانيين أو في نظر الأمريكان، يجب أن يكون هناك نفوذ لدولة واحدة في العالم أو المنطقة أو الإقليم على أي دولة أخرى، ضحيتها هو الشعب العراقي مثل ما تفضل تقريركم السابق. هذه هي الحقيقة صورة المأساة اللي يمر بها العراق الآن. هناك منافسة على يعني تنافس على النفوذ والمصالح واحتلال العراق من قبل الإدارات الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية بصورة عامة وإيران كدولة يعني أقليمية. إذن وجود القوات الأمريكية سيكون كما يعني قال الرئيس الأمريكي لإيجاد توازن لنفوذ إيران المتنامي، لضبط إيقاع هذا الوجود.
هذا بالضبط اللي يحدث الآن. يعني هناك اتفاق قبل إسقاط النظام السابق تحييد إيران وموافقتها على أن الإدارة الأمريكية مثل ما قررت إدارة جورج بوش الابن أن تسقط النظام السابق. إيران عندها علم وباركت الموضوع هذا في وقتها وشاركت في مفاوضات سرية. قاسم سليماني اجتمع بالمسؤولين الأمريكان في وقتها وتم الاتفاق. هناك توافق أمريكي إيراني على فعلا توزيع المغانم، توزيع منطقة النفوذ في ليس في العراق وإنما في الشرق الأوسط، نشوفه في لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق الآن وفي فلسطين المحتلة. هذه طبعا الحقيقة الواقع المر اللي نعيشه احنا في العراق ونعيشه شعوب المنطقة. يعني لذلك الأمريكان ما يسمحون أكثر من تمدد إيران اللي حدث بالسنوات العشر سنوات أو العشرين سنة الأخيرة. هذا هو بالنسبة لتصريحات وزير الخارجية في حكومة الكاظمي فؤاد حسين منذ أيام من واشنطن وقبل بدء الحوار الاستراتيجي، كيف تقرأ هذه التصريحات التي يعني قال فيها بأن العراق يحتاج لبقاء القوات الأمريكية في البلاد للتدريب والتأهيل؟ هل كان ذلك لربما تبريرا أم تمهيدا؟ حقيقة التصريحات لا يؤخذ عليها، لا تؤخذ على محمل الجد تصريحات أي مسؤول عراقي. هذه إملاءات. الإدارة الأمريكية عندها أجندة وإيران عندها أجندة، وهؤلاء الذين يقودون العراق إذا كان في مؤسسات ما يسمى الدولة، يعني الرئاسات الثلاث أو زعماء الكتل والميليشيات، هم عبارة عن مجاميع من الكومبارس من توزيع الأدوار، ممثلين تملأ عليهم هذه الأدوار وثم يصرحون. يعني أي واحد من عندهم لا تخرج هذه التصريحات من بنات أفكاره على الأطلاق، وإنما تملأ عليه أو تتماشى مع السياسة توجهات العامة للجروب اللي أو المجموعة التي تقود، إذا كان في رئاسة الوزراء أو كانت في رئاسة الجمهورية أو في مجلس النواب. هذه الحقائق اللي المرة اللي نعيشها. إحنا مستلبي الإرادة. الشعب العراقي مسلوب الإرادة الآن، مسلوب الشعب، البلد الآن فاقد للسيادة، فاقد لاستقلالية القرار السياسي. نعم. دكتور حامد، سريعا يعني موقع أتلانتيك كانسل قال أن ما قام به بايدن لربما هو خدعة على من؟ على الكل، على الشعب العراقي وعلى العالم. أنا قلت لك قبل شوية وهذا كلامي دليل قاطع، هذه مجاميع من الكومبارس. بايدن التقى فقط بالكاظمي أمام الكاميرات، لم يجتمع به، لا لم يكن هناك طاولة اجتماعات وأعلام ووفد وحوار واتفاقية وتوقيع على اتفاق على الإطلاق. هذه مجرد كاميرا يصور للعالم مجموعة من الكومبارس اللي ظهروا أنه هؤلاء يمثلون العراق، لكنه أمريكا تعاملت مع الوفد العراقي برئاسة الكاظمي على أساس أنه يمثلون دولة محتلة ليست مستقلة، العراق غير مستقل. كنت ضيفنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.